يزال مستشفى هيت العام يعاني من الدمار الذي لحق به بسبب داعش الإرهابي وتوقف العمل به، والذي كان مخططا له أن يقدم الخدمات الصحية والعمليات الجراحية للمواطنين في هيت والبغداد والقرى المحيطة منذ العام 2011، وقد وصل لمراحل جيدة. نطالب بإعمار مستشفى هيت نتيجة الزخم الهائل على مستشفى هيت البسيطة حاليا من البغدادي ومن عانة ومن راوة، يتوفدون المرضى إلى مستشفى صغيرة جدا. طبعا هو هذا المستشفى يخدم أهالي هيت ويخدم المناطق التي مجاورة الهيت، كأن تكون كبيسة وناحية الفرات والبغدادي وغيرها من المدن التي هي حول هيت. المواطنون طالبوا بإكمال هذا المستشفى لبعد المسافة عن مستشفى الرمادي بسبعين كيلومتر، مسافة تعد كبيرة جدا للحالات الطارئة والعمليات الجراحية ووجود كثافة سكانية كبيرة في تلك المناطق. نطلب من المسؤولين إعادة بناء المستشفى، هاي المستشفى اللي مو كاملة أسهل بهيت، فهي تفك خناق المستشفى الموجودة. المستشفى متروك، ناشد العالم نسأل يقول لك فلوسه مصروفة، زي ليش ما يعمرون؟ ليش ما يعمرون العالم تراجع عليه شيء؟ ليش يعني؟ شنو السبب؟ شنو التلكة هذا؟ نسبة الإنجاز المشروع هي بحدود 68% قبل الأعمال الإرهابية، لكن بعد العمليات الإرهابية تبين بأن المشروع تعرض إلى قصف كبير وتدمير للأبنية والطوابق الأربعة. احنا ننتظر حاليا بالاتفاق ويا المكتب الاستشاري مال جامعة الأنبار، ننتظر التقييم مالهم ووصول التقرير فقط حتى يتم المباشرة بأعمال إعادة التأهيل. إكمال بناء مستشفى هيت العام يحتاج لاهتمام جدي من وزارة الصحة، وسيخدم مئات الآلاف من المواطنين صحيا. عمر دليم، العراقية الإخبارية، الأنبار.